اللي بيكون جواه اصلا غريزه الحب والحب كل الناس جواها بس بشكل واضح وبشكل كبير. ممكن حد يقول لك انا يعني ده انت مشاعرك جامده قوي يا جدع، ده انت قلبك ده حجر. يعني شوف يعني هل ده فعلا مختلف عن كل هو فعلا طبعا لان في النهايه النبي عليه الصلاه والسلام لما يجي هو اكمل البشريه يقول حبب الي، ده النبي مش هو مين يا جماعه اللي خلى النبي يحب؟ حبب الله سبحانه وتعالى اللي هو الله، واخد بالك؟ حبب الي من دنياكم. فبدا النبي عليه الصلاه والسلام ايه بالنساء عليه الصلاه والسلام، واخد بالك؟ فيجي واحد بقى يقول لك وبعدين ربنا اللي قال في القران زينا للناس حبوا الشهوات من النساء، فده امر طبيعي جدا. ده امر طبيعي. فتيجي تفصل نفسك بقى تقول والله اصلي وفصلي وبتاع، اقول له راح راح عالج نفسك. ممكن انا احب واحد يعني عادي جدا، انا عندي حد من اصحابي بعزه جدا وبحبه جدا، فده حب، نوع من انواع الحب برضو. صحيح. ال- 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 الكويس برضو داخلي جواي. ما هو لو احنا بنتكلم اصل ده الحب بقى انواع، لو احنا بنتكلم انواع فانا عندي فانا عندي حب اللي هو بين اولا حب الله اول حاجه، احب الله لما يغذوكم به من النعم، كلام سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، حب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وما ارسلناك الا رحمه، يعني في من باب اولى بحب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام لان عايش بكرم النبي عليه الصلاه والسلام. في حب الرجل لابيه وامه، في حب بقى اللي هو بين الاصدقاء وده ثوابه عظيم جدا، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، والمتحابون ده يوم القيامه تعرف بيغبطهم النبيون والشهداء. يعني تخيل اللي هم بيحبوا بعض في الله مش عشان مناصب ولا عشان دنيا ولا عشان اي حاجه. الحاجه الثانيه لو حب الراجل بقى لمراته ده حب بقى تاني، اولا حب غريزي ده بياخد عليه ثواب، الحب التاني اللي هي مراتي حبيبتي حلالي فانا باخد كمان ثواب واجر عليه اجر تاني. بالظبط. في الحب اللي احنا بنتكلم عليه بقى اللي كل الناس اصلا بتتكلم عليه اول ما يطلق اللي هو الحب بين الولد والبنت، هو ده اللي احنا بنتكلم اللي هو اسمه الحب الايه؟ الحب العذري. احنا لو قعدنا نتكلم عن الحب من هنا للسنه الجايه مش هيخلص. بالمناسبه عن الحب بالحب قامت السماوات والارض طبعا.